ولذا في المسند كما ثبت أمر عائشة رضي الله عنها أن تدعو أباها وأخاها، ثم قال: حتى أكتب كتابا، قال: حتى لا يتمنى متمن ويأبى الله، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبقى خوخة، وهو المكان الذي ينفذ منه الإنسان إلى المسجد ليصلي فيه، لا تبقى خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. قال ابن كثير رحمه الله في البداية: يدل هذا على أنه هو الخليفة رضي الله عنه.